بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 39 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا، وباعثها مستمع من هناك يقول: منير علي الشاهري. الأخ منير يتحدث عما يحدث عندهم في أمور العزاء، فيقول: عندما يموت شخص وبعد قضاء فترة العزاء بحوالي عامين أو نصف عام، يقول أهل الميت بعمل ختمة قرآنية لهذا الميت، فيجتمعون ويجتمع عدد من الشيوخ أو من يتقن قراءة كتاب الله، وبعد القراءة يقدم إلى الشيوخ والذين قرأوا القرآن الكريم الطعام والمشروبات كغذاء لهم. وبعد إتمام فترة الغداء يقوم أحد الشيوخ بالدعاء لذلك المتوفى. أرجو من فضيلتكم أن تفيدونا حول هذا الموضوع، هل هو من الأمور المشروعة المباحة أو لكم رأي آخر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، العزاء إنما يكون في الأيام القريبة من الوفاة وحدوث المصيبة، لأن أهل الميت يكونون محزونين على ميتهم، فتشرع مواساتهم وتعزيتهم بأن يقال: أحسن الله عزاءكم وغفر ميتكم وجبر الله مصيبتكم. وأيضا إذا كانوا بحاجة إلى صنعة الطعام لهم لأنهم مشهورون بالمصيبة، فهذا أيضا من السنة أن يقدم لهم طعام يأكلونه ومواساة لهم. أما بعد مضي الوقت وطول المدة فينتهي العزاء، ويبقى الدعاء للميت والصدقة عنه وعمل البر له كما جاء في الأحاديث. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه غير مشروع لأنه لا دليل على ذلك. هذا إذا كانت القراءة مجردة عن الأجرة، يعني يقرأ إنسان متبرع بنية صالحة وطلب للأجر من الله ثم يهدي ثواب ذلك للميت، هذا محل خلاف. أما إذا كان على الصفة التي ذكرها السائل من استئجار المقيمين، فهذا عمل غير مشروع وعمل مبتدع، وتحديده بمدة معينة لا أصل له، والذي يقرأ بالوجه ليس له أجر، لأنه لم يقرأ طلبا للثواب وإنما قرأ لأجل الأجرة فقط، فليس له ثواب حتى يهدى إليه. ولو أن أهل الميت تصدقوا بهذه الأجرة، صدقوا بها على الفقراء، لكان ذلك هو المشروع. أما أن يستأجروا بها قارئا يقرأ القرآن، فهذا لا أصل له ولا يصل إلى الميت من ذلك شيء. المشروع أن يتصدقوا بهذه الأجرة على محتاج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع عبد الستار أحمد يوسف من جنة. أخونا له سؤال طويل كله عن صلاة التسابيح وكيفيتها، كيف توجهونه وإخوانه حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. صلاة التسابيح غير مشروعة، لأن الحديث الوارد فيها لا يصححه أهل العلم وأهل المعرفة بالحديث، وما دام الحديث لم يصح إن هذه الصلاة غير مشروعة، بل تعتبر بدعة، وأيضا صورتها مخالفة لصورة الصلوات المشروعة، حيث جاء فيها قراءة القرآن في الركوع وقراءة القرآن في السجود، وصفات جاء فيها صفات غريبة تخالف الصلوات المشروعة، مما يدل على أنها لا أصل لها. والذي يريد الأجر والثواب يكتفي بالصلوات المشروعة، وهي ولله الحمد كبيرة ومنشورة: صلاة الليل، تهجد، الوتر، والرواتب التي مع الفرائض، صلاة
الضحى، بل الفرصة متاحة للمسلم أن يصلي النوافل إلا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وهي محدودة، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا ليس في صلاة نافلة إلا راتبة الفجر، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا ليس في صلاة نافلة، وعند قيام الشمس وسط السماء إلى أن تزول إلى جهة الغرب، هذا ليس لا يجوز في صلاة النافلة، هذه الأوقات محدودة لا تصلى فيها النوافل، وما عداها فالأمر مفتوح للمسلم أن يصلي في ليل أو نهار. الصلوات المشروعة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الخير والأجر والثواب لمن تقبل الله منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، تفضلتم وذكرتم أوقات النهي أو الأوقات التي لا يصلى فيها، فيما لو عرض للمرء عارف وأراد أن يصلي، كان يكون توضأ أو دخل مسجد أو طاف بالبيت الحرام أو صلاة جنازة وما أشبه ذلك، ما هو قولكم في هذا الشيخ صالح؟ أما الطواف، فتحة الطواف ورد فيها الدليل أنها تصلى في أي وقت، طيب قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت أن يصلي ركعتين في أي ساعة من ليلة أو نهار، ورد فيها الدليل بخصوصها، طيب فوقتها بعد الطواف في أي وقت من ليل أو نهار، طيب أما بقية النوافل نوافل الأسباب تحية المسجد في صلاة الكسوف مثل ركعة الوضوء التي بعد الوضوء أن تسمى نوافل الأسباب، والعلماء مختلفون فيها، الجمهور على أنه يشملها النهي، قالوا النهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات فلا تصلى، وذهب جمع من المحققين إلى أنها تصلى لأن الشارع ربطها بأسبابها، وما دامت ربطت بأسبابها فإذا وجد السبب وجد المسبب، فتسرى عند وجود أسبابها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ربط ذلك بدخول المسجد ولم يقيده بوقت من الأوقات. وكذلك صلاة الكسوف قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، ولم يقيد هذا في وقت من الأوقات وإنما ربطه بحدوث الكسوف. طيب هذه وجهة نظر من قال إن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، طيب وهي وجهة لا حول من النظر. نعم شيخ صالح، مع الجمهور أو مع المحققين؟ أنا أرى أنه لا ينكر على من صلى ذوات الأسباب في أوقات النهي، ولا ينكر على من تركها، لأن الأمر واسع ولله الحمد. من تركها فهي سنة، السنة ليست واجبة، ومن صلاها فقد أخذ بوجهة مثلا نظر قوية في هذا المجال. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى قضية ثانية يسأل عنها أخونا عبد الستار أحمد يوسف من قضية مصر العربية دنا، يقول ما حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مباشرة في الميكروفون من المؤذن، علما بأن هناك آيات وأحاديث تأمرنا بذلك، ومنها قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجهر في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان إلى المؤذن أو غيره، في الميكروفون أو غيره، هذا بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شرعه لأمته، ولم يعرف هذا عن الصحابة والتابعين لهم بالإحسان والقول المفضلة، ثم هذا أيضا وسيلة إلى الزيادة في الأذان، لأن الناس قد يعتقدون أن هذا تابع للأذان وأن هذا من جملة الأذان، إذا رأوا المؤذن حافظ على هذا ويربطه بالأذان ظنوا أنه من الأذان، فيقول هذا من زيادة دين لم يفرعه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قراءة الآيات قبل الأذان والجهر بها كما يفعل في بعض الأمصار هذا من البدع، الواجب أن يجرد الأذان ويؤتى بالأذان وحده، لا يسبقه شيء ولا يأتي بعده شيء. نعم شرع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة المؤذن وأمر بالسؤال الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أن يقول اللهم رب هذه الدعوة الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني إذا فرغ المؤذن، طيب آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، هذا ورد، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجهر بذلك وإنما يقوله المسلم
سرا لا يظهر بذلك. وأما قول السائل إن الله أمرنا بالصلاة، نعم الله أمرنا بذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا هذا بعد الأذان. لو كان هذا مشروعا بعد الأذان لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ربط العبادة بوقت من الأوقات تحتاج إلى دليل من السائل، ولم يرد هذا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب وفي التشهد الأخير من الصلاة، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة، إما وجوبا وإما استحبابا، ولكن تقييد ذلك بوقت معين يحتاج إلى دليل. جزاكم الله خيرا. إذا الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أمر مبتدع وغير مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. من الدلم المستمع نون سين دال يقول: كنت أصلي مع جماعة وقد فاتتني ركعة، وفي الجلوس الأخير نهضت قائما ظانا أن الإمام قد سلم، واستمريت في القيام ولم أجلس، وبعد مدة تبين أن الإمام لم يسلم، فماذا يلزمني؟ جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أصلي مع جماعة وقد فاتتني ركعة، وفي الجلوس الأخير نهضت قائما ظانا أن الإمام قد سلم، واستمريت في القيام ولم أجلس، وبعد لحظة تبين أن الإمام لم يسلم، فماذا يلزمني؟ جزاكم الله خيرا. يلزمك أن تجلس، يلزمك أن تجلس وتتابع الإمام إلى أن يسلم، فإذا سلم تقوم وتأتي بما سبقت به، هذا الذي يلزمك. ويلزمك أيضا عند السلام أن تسجد سجدة السهو، إذا جئت بالركعة التي سبقت بها وأردت أن تسلم فإنك تسجد سجدة السهو، لأن قيامك هذا من السهو. جزاكم الله خيرا. هذه الصلاة التي حدثت فيها هذه الحادثة ما حكمها؟ هل تنصحونه بإعادتها وقضائها في الصلاة؟ لا يجب عليه القضاء نظرا لأنه يجهل الحكم، فقد صلى والحمد لله. الحمد لله ومعذور. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع أحمد عبد الرحمن أحمد. الأخ أحمد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم نزول الدم من الأنف أثناء الصلاة؟ هل يفسدها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يؤثر على الصلاة، أما إذا كان كثيرا عرفا فإنه ينقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة. هل إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا مجرد نضح أو نقطة أو شيء يسير فهذا لا يؤثر على الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بتحديد حد الكثرة في الصلاة؟ هذا يرجع إلى العرف، عرف متوسط الناس، ليس للمتشدد وليس للمتساهل. يعني ما كان كثيرا عرفا يعده الناس كثيرا. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: عندما يرتدي المسلم القفازات في يديه في فصل الشتاء، هل يجوز له أن يصلي وهو لابسها؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، إذا لم يستغرب بعد الوضوء لا بأس أن يصلي به، ولا مانع من ذلك، خصوصا إذا كان يحتاج إليهما في أثناء السجود. كيف يكون وضع اليدين؟ هل يكون تحت الصدر أم على الجانب؟ يكون وضع اليدين حذاء المنكبين، يكون حذاء المنكبين، ويجعل أصابع مبسوطة على الأرض أو على المصلى، وأصابعها ممدودة إلى القبلة. هذا هو وضع اليدين، ويخرج أيضا بين عضديه وجنبيه إذا أمكن، يعني لا يلصق عضديه بجنبيه بل يفرق بينهما إذا أمكن ولم يضايق من بجانبه. جزاكم الله خيرا. يوجد لدينا شجر الزيتون ونقوم بالعناية بالأرض وحراستها بالأجر، وفي موسم قطف الزيتون نقطف الثمر ومن ثم نعصر هذا الثمر ونحصل على الزيت، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها؟ جزاكم الله خيرا. الزيتون إذا كان من الاستهلاك ليس عليه زكاة، أما إذا كان يباع ويحصل منه نقود ويحول عليها الحول فإنها تزكى. جزاكم الله خيرا. الزيتون والزيت أيضا الحال واحد؟ الحال واحد، إذا كان لأن هذا ليس مما يدخل بالقوت، إنما هو من الفواكه التي يتفكى بها أو من الإدام الذي يتدب به، التي هي زكاة، لأن الزكاة إنما تجد فيما يكال وللدخر. لكن لو باع هذا الزيت أو هذا الزيتون وحصل منه على نقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول وهي عنده فإنه يزكيها بأن يخرج منها ربع العشر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائفة المستمعة نون تسأل وتقول: ما هو الدهر؟ وهل سب الدنيا حرام؟
الإسلام كقولنا خداعة وما أشبه ذلك؟ الدهر هو الليل والنهار الذي يتكون منهم الأسابيع والأشهر والسنين، هذا هو الدهر. الزمان الذي يمر بالناس هذا هو الدهر، الليل والنهار وأسابيع وشهور وسنين، هذا هو الدهر. ولا يجوز سب الدهر للنهي عن ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. في الحديث الآخر يقول الله سبحانه وتعالى يمين ابن آدم تسبوا الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار، لأن الذي يجري هذه الأمور وهذه الحوادث هو الله سبحانه وتعالى، وليس من الليل والنهار فيها تصرف، وإنما الليل والنهار مسخرة لمصالح العباد، وهي ظروف لما يجري فيها من الخير والشر، والذي قدر هذا وخلقه هو الله سبحانه وتعالى ولم يخلق الدهر. فيكون من سب الدهر إنما سب الخالق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أحدث هذه الأمور التي تجري على الناس من خير أو شر بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. إذا من سب الدنيا ليس كمن سب الدهر، الدنيا هي الدهر، الدنيا أو الدهر أو الزمان أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، كل هذا من الدهر. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من فراك نعله والنار مثل ذلك. هل هذا الحديث صحيح؟ وما معناه إذا كان صحيحا؟ جزاكم الله خير. نعم الحديث صحيح، ومعناه أن الإنسان لا يدري في أي ساعة يموت، وإذا مات فإنه يكون إما في الجنة وإما في النار، يعني أن الموت قريب منه لا يدري متى يموت، وإذا مات ختم عمله وصار إما من أهل الجنة إن كان من السعداء أو من أهل النار إن كان من الأشقياء. نعم جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين الحلم والرؤية؟ الحلم الغالب أنه يكون من الشيطان، أما الرؤية الغالب أنها تكون رؤية صادقة، لأن الرؤية أو الحلم على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح. النوع الأول ما كان من حديث النفس، إنسان مثلا يفكر في أشياء في اليقظة ويهتم بها فإذا نام عرضت له، هذا من حديث النفس، هو أضغاث الأحلام على أخلاق لا قيمة لهذا الشيء. والنوع الثاني من الشيطان من أجل أن يؤذي ابن آدم وهو نائم، يعني يأتيه بأحلام مزعجة من أجل أن يؤذيه وينفس عليه نومه، خصوصا إذا نام المسلم ولم يقرأ آية الكرسي ولم يقرأ الدعاء الوارد عند النوم، فإنه يتعرض له الشيطان ويؤذيه ويضايقه. أما النوع الثالث فهو الذي الرؤية الصحيحة التي تجري على يد ملك الرؤيا، ملك من الملائكة يأتي بها إلى هذه الرؤيا العجيبة، وهي التي من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه الرؤيا الصحيحة التي تكون على يد الملك، أما ما يكون على يد الشيطان فهذا من تسلط الشيطان ولا أثر له على ابن آدم إلا أنه مؤذي. وأما ضعف الأحلام وحديث النفس فهذا ليس له أصل، ليس له تأثير وليس له أهمية. وعلى كل حال مطلوب من المسلم عند النوم أن يأتي إلى الأذكار المشروعة، ولا سيما قراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا حسن حصين المسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، ويقول أيضا: لا تبديل لكلمات الله. فسروا لنا هذا جزاكم الله خيرا. المعنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد وعدا فإنه لا يخلفه سبحانه وتعالى. والآية جاءت في سياق انتصار الروم على الفرس، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وذلك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غزا الفرس الوثنيون، غزوا الروم وهم نصارى أهل الكتاب، وانتصروا عليهم فساء ذلك المسلمين، واحتل المسلمون بهذا لأن الروم أهل الكتاب والفرس أهل الوثنية، فانتصار الوثنية على أهل الكتاب كان فيه مصيبة للمسلمين، لذلك أهمهم ذلك. فالله وعد سبحانه وتعالى أنه سيدين أدى إلى على عن الفرس، وأن الروم سينتصرون عليهم، وحين ذات ينتصر ويفرح المؤمنون بهذا النصر، انتصار أهل الكتاب على الوثنيين. وأيضا في
ينتصر المسلمون فيما بعد ذلك على الكفار على أهل الكتاب وغيرهم، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نعم، ولا تبديل لكلمة الله من هذا النوع أيضا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بشيء أو وعد بشيء في كتابه الكريم أنه لا بد من وقوعه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله حفصة. أختنا لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: سمعت بعض الناس يقول بأنه لا يجوز التقطيع في قراءة سورة الأنعام، بمعنى أنه يجب أن تقرأ دفعة واحدة دون ترك جزء منها لوقت آخر، فما حكم ذلك العمل؟ وهل وردت أقوال في فضل سورة الأنعام؟ جزاكم الله خيرا. لا أصل لهذا الكلام، وهو لا يجوز التقطيع، بل المسلم يقرأ ما تيسر من القرآن من سورة الأنعام وغيرها، له أن يكملها وله أن يقرأ بعضها، ولا شك أنه إذا أكملها أو أكمل غيرها من السور أو ختم القرآن كله هذا أفضل، لكن يجوز أن يقرأ بعض السورة ويتوقف عن الباقي. قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، إلا سورة الفاتحة إنه يلزم إتمامها في الصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز قراءة بعضها وترك بقيتها. أما ما عداها من السور فيجوز أن يقرأ في الصلاة في بعضها وخارج الصلاة أو يكملها، هو بالخيار، ولكن إكمالها لا شك أنه أفضل. أما عن فضائل سورة الأنعام خاصة فأنا لا أعرف شيئا من ذلك، ولكن سورة الأنعام سورة عظيمة، ذكر الله فيها أمور الاعتقاد والتوحيد، والرد على أهل الجاهلية فيما أحلوا وحرموا بغير علم وبما يقومون به من الوثنيات. الله جل وعلا في هذه السورة ذكر أشياء عظيمة من الأحكام الشرعية والأحكام الفكرية وأحكام العقيدة والنهي عن الشرك والرد على المشركين، هذه سورة عظيمة بلا شك ما تشتمل عليه من الأحكام العظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند قراءة بعض الأشخاص لسورة الضحى يذكر قبلها قول بسم الله والله أكبر أو قول الله أكبر، ويفعل ذلك أيضا في السور التي بعدها حتى سورة الناس، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه طريقة لبعض القراء، التكبير في آخر سور القرآن يراه بعض العلماء ويعمل به بعض القراء، فمن فعل ذلك فلا حرج. الحمد لله. بعض الشركات والمؤسسات الأهلية تعالج موظفيها في المستشفيات الخاصة على حسابها، ونرى هؤلاء الموظفين يتعدى ذلك فيعالج أقرباءه معه، فما حكم ذلك؟ وهل على هؤلاء إثم؟ هذا حسب النظام، الواجب حسب النظام والتقيد بذلك، أما الكذب والتحيل هذا لا يجوز. إذا كان النظام يسمح للموظف أن يتعالج هو بنفسه وأن يعالج عائلته فهذا حسب النظام، أما إذا كان النظام لا يسمح الذي يلاجئ هو فقط لكنه يحتال ويدخل معه آخرين بخلاف النظام هذا لا يحل له لأنه غير حق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي